كنت دائما كما تختلي شعرنا جميل البنك والروح الشعر قدير عبد العزيز بين العبيدي. خير اولا انا هتكلم من غير ميكروفون المشكله نفسنا يا جماعه طبعا هقول كلمه يعني نفسنا نروح اي نادي نوبي اي جمعيه نوبيه بكل اسف بكل اسف بنلاقي 80% من جمعياتنا بيعزمونا ناس يعني ناس كرمه جدا المشكله ان السماعات والصوت مش عارف يعني اهم شيء عشان الواحد يوصل المعلومه لازم يكون يا جماعه الحاجه دي تكون كويسه. اولا طبعا برحب بيكم وبشكر الاستاذ مسعد تركي راجل محترم الراجل يعني صلات الجولات معانا ربنا يجعله دايما من الايادي البيضاء اللي بيقدم النوبه بقلبه باحترافيه جميله جدا. وطبعا في نفس الوقت كمان بشكر الساده الحضور ويا رب كده يا رب بحق هذه الايام المباركه والسنه الجديده ما يفرقناش من بعض دايما الخير ونرجع كده النوبه الاصيله المحبه لناسها واهلها وكل شيء. تحبوا تسمعوا ايه النهارده؟ اللي انت هتقوله الاخت هيام بتتكلم على سبيل انا كنت رحله وكان معايا صديق يعني بيسافر لندن لأول مرة قبل الواحد ما يلندن على عمره اللي راح واللي جاي. المهم يعني فالراجل ده بيسافر لندن لأول مرة فبعت جواب لأمه بيقول لها يعني على اللي شافه هناك فتسمحوا لي أقول لكم والله يا جماعة والله مش هيعرف إلا على طول مفتوح الصوت بس يا عمرو الصوت لو سمحتوا يا جماعة تحديدا مستر عزيز ما بيحبش الصوت لا يعني لان الحاجه دي بتبقى يعني بعد كده هحرقكم من غير ورق يعني هو في واحد مستخبي بيبلغني بيقول لها الاخ اللي كان معانا بقى بيقول لها يا سيدي بيقول لها اول ما ببدا في هو طبعا الراجل نسيت اقول لكم يعني الراجل مش متعلم انسان عادي زي الانسان اللي هو غير متعلم فبيقول لها بحرفيه الانسان اللي في البدايه والانسان اللي على قد يعني فبقول لها في البدايه أول ما ببدأ في الكلام ببعت يا أمي لك السلام وجوابي إن وصلك مسا إن شاء الله بخير وكويسة وحتى ولو وصلك صباح بهدي السلام وقت المراح وبهديك كل محبتي لا تقولي ناسي في غربتي لكن الصراحة وبكل راحة رسمت شرطك على شاشة بيضة طوالي جنب مخدتي كده زي زمان لقيت في احضانك حنان وغطى وامان وما كنتش اعرف يمه بكره ايه مخبي الزمان ما تخزنيش ما تخزنيش يمه قلت لك املي اسافر وابقى زي الناس واعيش وما تعيطيش علشان ما احسش اني رايح وما راجعلكيش ولا تساليش راح تعمل ايه ولا تساليش راح تعمل ايه هبعت لك اللي اقدر عليه لان فلاح ومش ابن بيه واقدر احافظ على الدنيا. معرض كمان حد عمتين جاي السنه او كدها كده مرتين لكن احبك تعرفي علشان ما في يوم تتاسفي عارف يا امي طريقي فين وهبعت جوابي كل جمعتين قلت ايه مش يما زين وانت كمان طلبك يا غاليه تكتبي لي وتقولي لي كل حاجه عن البلد لا قدر الله لو حد مات او سعيد فيها اتولد بنت او ولد وحشني يا اولاد البلد المهم يما اول ما اني هناك وصلت ما اعرف يا ام اليوم ده ايه ان كل جمعه والله سبت لكن بقول اطمني اني وصلت واحلف لك اني ما رجعت وجبت الجواب وعلى طول طوال وكتب رغم الزحام رغم الزحام وصلت يا أمي بسلام الشنطة وخلقاتي تمام وبالإذن هختصر الكلام لأني تعبان وبدنا أحب أقول لك أحب أقول لك كل حاجة هنا كل حاجة هنا كثيرة قوي قوي متوفرة لا خلقي زحمة
لا خلق زحمة ولا طوابير مدنط ورا ولا ناس بتمشي في العرب ولا شعبطة فوق أوتوبيس ولا كنسان يقول تسكرت البلاد يا أمي متقدمة متنورة كل حاجة ماشية فيها أوتوماتيك أحط قشين في المكان ينزل ديك والتوبيس التوبيس يا مايا عندنا بدورين صدقني التوبيس يا مايا عندنا بدورين من يوم ما جيت ودايما اركب في اللي تحت لان اللي فوق ما عرفش يما هياخدني فيه والبنات البنات تقول ليش حلاوة طحينية وما كانت المروج لاسية ولا الحلاوة البنات تقول ليش حلاوة طحينية يروحوا فين خضر وهنية بس القضية انهم متحررين يعني صراحة مش مسؤولين قام كبير طبعا على الثاني بقول لكم بس نضحك مع بعضينا فالاخر بيقول لها بالختام ارجوك تهدين السلام للارض للطير للحمام كان نفسي احكي لك واقول لك من البعد بيضيع الكلام واحب اقول لك اهدي الكلام اهدي السلام لابو اسماعيل وكل اهل الفلاحين الطيبين وراعي يما لاجل خاطر الجيرتين ولا تنسي اني علينا دين ورنه ببوس وقبل على الايدين واقول لك ابنك ماشي زين تقدير محمد حسين.